أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن حييم يا ايها الذي ونذكر نعمه الله عليكم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ جَاءَتِ الْأَبَصَارِ وإذ الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله هنالك مثلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله واذ قال الطائفه منهم يا اهل يسري لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إنا بيوتنا عورة وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا صدق الله العظيم